وليس اتهاما فقط، هو الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني راه واضح ماشي من اليوم، راه منذ تقريبا رمضان الفاريط والجائحه حنا كنلاحظوا واحد العمليه كبيره ديال اخطاء اشكال مختلفه. في البدايه كانت القفه ديال رمضان والقفه ديال كذا ديال الكورونا اللي عمل كياخذ الشكل احساني، ولكن في اخر المطاف هو واحد النوع ديال شراء الاصوات من خلال الطلب من المستفيدين يعطيو ارقام هواتفهم اكثر من هذا، كان تبطيق حزبي المستفيدين الى اخره، وهذه راه في لي ريزو سوسيو وسائل التواصل الاجتماعي كان مجموعه من جينا المحطه ديال الانتخابات المهنيه بان ان المال كان حاضر بقوه في مجموعه من الجهات خصوصا بعض الغرف. اليوم حنا مع الحمله الانتخابيه مع التسجيل في الحملات في اللوائح الانتخابيه بان ان هناك شراء ماشي ديال الاصوات، شراء ديال الناس اللي اترشحوا في هذه اللوائح، وكان اللي ب 3000 درهم 10000 درهم بعض المناطق الى اخره، وهذا يكون عنده تاثير كبير على الوضع ما في المغرب ما بعد الانتخابات. حنا بغينا انتخابات نزيهه شفافه، ما يكونش هناك استعمال ديال المال، الدوله خاصها تدخل بقوه، ما يكونش تضييق على البعض. مثلا حنا تم التضييق علينا في مجموعه ديال هنا في الدار البيضاء مثلا البرنوصي في العيون، مجموعه من التضييقات لصالح البعض، وهذا وفي مجموعه ديال المناطق. انا تقريبا هذه المده ديال التسجيل يوميا عشرات المكالمات مع وزاره الداخليه حول التصديق اللي كيخضعوا عليه المرشحين تاعنا. اذا بغينا نمشيو ونخلقوا الثقه في المستقبل المغربي ونخلقوا الثقه في العمليه الانتخابيه ويكون الديمقراطيه عندها مستقبل المغرب، خص الضرب بيد من حديد، وخص الناس اللي كيلعبوا بالنار خصهم يراجعوا دواتهم، لان ما يمكنش الديمقراطيه تكون بنيه اساسا على شراء الاصوات وعلى شراء الضمائر. الديمقراطيه هي مشاريع، وما يمكنش احزاب يكون مشروعها الوحيد هو المال. انا كنظن هذا المساله هذه غيكون عندها تاثير كبير على المستقبل ديال المغرب. هو الانسحاب ديال الرفاق في الشراكه الموحد من الفيدراليه مؤسف، واكيد غيكون عنده تاثير على الجميع، ما المساله علينا ولا على اكيد تاثير. نتمنوا حنا نحاولوا بالديناميه اللي نعطيو للحمله الانتخابيه تاعنا بالطريقه التي انتهجناها باش وضعنا لوائح. انا قلت في السابق لا في 2016 ولا 2015 كان واخا حنا كندخلوا كفيدراليه ولكن اللوائح كيكون فيها حزب واحد. الان اليوم حنا داخلين كفيدراليه جوج ديال الاحزاب وتيار ومكون ديال اليسار الوحدوي معنا في كل اللوائح، اللي المفروض كل المناضلين يدخلوا الحمله الانتخابيه، بمعنى لان واخا تكون نتائجنا احسن من السابق، كذلك ما بانش على مستوى ترشيحاتنا ان ترشيحاتنا نقصات بشكل كبير على الانتخابات ديال 2015 ولا 2015. دونك نتمنوا ما يكونش تاثير، بل العكس نتمنوا ان هاد ما وقع يكون عنده لحظه ديال التفكير العميق في المستقبل ديال اليسار، لان الانتخابات هي لحظه عابره وغتكون نتائج فيها الايجابي فيها السلبي، اللي اساسي هو ما بعد الانتخابات واش غتكون عند اليساريين والديمقراطيين في بلادنا حضور الوعي الكافي وتجاوز الذوات باش يمكننا نبنيو يسار قوي حقيقي، ولا نبقاو نتخبطوا في المشاكل الداخليه وفي الاعتبارات الذاتيه وفي بناء استراتيجيات متمحوره حول الذات. هاد الاشياء خصنا نقطع معها ونشتغلوا جميعا من اجل مشروع يسار ديمقراطي قادر على ان يلعب دور في 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 الحق السياسي وفي الحقول الاخرى، وقادر على خلق موازين جديده في المجتمع في الشامبوليتيك في الحق السياسي.